قبل الفاصل كنا تبعنا المجموعة الأولى تستعد توجه رؤسائنا الثلاثة للبلاتو بكل ثقة وثبات. نبدأ في مرحلة الأسئلة قدام لجنة التحكيم. اسمعني ما ما كني أول مرة بالحق عم نحكي. Voilà, donc on a les conditions, les savoir faire, qui va changer notre la rage de tête. Plein d'émotions, le lait de vide, on vous aide ça ou une des le charger à l'autre. واو الواحد ما عنده ما يقول النيفو دو كومبيتيشن سا اوغمونت على الاخر حاجه باهيه نجم نقولوا باهيه وصعيبه سافيلتر صحيح هو البقاء للاجدر لكن هذه بالحق معناتها نحسوا روحنا في امتحان اكثر من انه مناظره رئاسه الجمهوريه معناتها خوفتك برشا الحكايه معناها نجم نقولوا اي خوفتني سيفري خاطر برشا بريسيون ما تخيلناش انه باش تكون كيستيون تاع يس اور نو كويستشنز معناتها تعرف معلومه ولا ما تعرفهاش تخيلنا انه باش تكون اكسبريسيون دو اوبينيون اكثر باش تعطي رايك وهذا اللي شفناه اكيد فو سادابتي احنا امام الامر الواقع صحيح هذه حاجه الواحد ما يزموش ينكرها حتى فهم برشا سؤالات سالوا اللي ظهروا صعبه وهما ساهلين في العموم انا فيديو اللي بعيد عن الميديو ما عرفت فما أسئلة سهلين لكن سلا نمبيش كو فما أسئلة دو فريمون تري او نيفو حاجة باهية اسبيرون البقاء للأجدر فوالا رايك زاد فما حاجة باش تفرق برشا واللي هي تكفتين خطاوة كل مترشح هذيك تنجم ديفلوبي فيها هذيك باش تفرق برشا خاطر أغلب ما عرفتش فوالا الكيستيون الآخرين فما مترشحين متميزين باش هذاك اللي هو فما زيت بتاع المناظرة معناها كما قالك البقاء للأجدر فما شكون اللي عنده بروفيل باهي فما اللي بروفيل طايح قليل شويه دونك شو شويه رواح ومطلوبه ولا وهي شويه ثقه في النفس معناها الاولاد لا ما تيحوش لا باس ثقه في النفس موجوده وتوتي رافيا ان شاء الله ان شاء الله انا الرئيس هو رئيس قال هو قال ما دي لو بليكول دي بريزيدون عم جاوب ان شاء الله حضر روحك وان شاء الله انا واحد ثوري هوني وقاعد قاعد يريد الدرب اللي شفنا معناها في الثقافة تعبين شوية في الاقتصاد كيف حول البلاد دونك بوليتيكمون كوريكت معناها فما دي بروبليم ديفيرون اما بوليتيكمون لانه مو كاركتير رئيس دولة ماهوش حسب اعتقادي انا لا لازم كي نحكيو على موجود في ديتاي تقول لي ما نعرفش كلام الليل في رئيس جمهورية في الضرورة يكون يعرف كلام الليل وكلام النهار وشمس هو باش يضوي على السكول حاجة معروفة عندنا انت بصفتك مسرحي وبصفتك فنان وبصفتك معناها ممثل شيء طبيعي انك تكون معروفة بالنسبة لي بالنسبة لي احنا لا برشا ستريس في اليوتيوب وشوية لكن سافا انسان عنده ثقة في النفس يعرف شنو يحكي متمكن من هو الافكار اللي جاب بها الافكار اللي حاب يوصلها هي مالي كيستيون ما تعرفهمش اكيد ما نعرفهمش لكن الحمد لله فما هذاك الفري سبيس اللي الواحد ينجم يوري لي كومبيتونس نتاعو على قاعدة لا يا باهي سي تو سيسيون دو راتراباج وي بون كوراج باش ميرسي وي كلها ستريس ولا هاك تسمع في كلمة برشا بون كوراج هاي تشاو شكرا مرحبا بالساده اعضاء اللجنه مرحبا بالجمهور شكرا في فورما ساب نورمالمون هي يو كان ستاي اب كان اف ذا اكس اني بادي
محمد. في فورما مهدي صافاي. مرحبا محمد. مرحبا بك عايش. حظ موفق عايش. مصعب ووفاء يتبعوا بكل اهتمام في مردود زملائهم من الكواليس. ما هو اسم وزير الخارجية الحالي؟ جيناوي. جيناوي؟ أي اسمه؟ لقبه جيناوي. خميس. خميس الجيناوي. يعطيك صحة صبر. خمسة نقاط. فوالا. أعطينا أعضاء الرباعي الراعي للحوار. أعضاء الرباعي الراعي للحوار أولاً هي عمادة المحامي، ثانياً منظمة الاتحاد العام التونسي للشغل، ثالثاً منظمة الأعراف ولا اليوتيكا. يعطيك الصحة. شكراً لك. شكون المخرج متاع فيلم داشرة؟ بوشناق. بوشناق أي أي صحيح. زيد اسمه. عبد الحميد. عبد الحميد بوشناق. يعطيك الصحة. Game we ain't never leave, never leave. Counting up this money, we ain't never sleep, never sleep. You got V12, I got 12 V. نفس السؤال عن سكرتين. شو رأيك في قانون المساواة في الميراث؟ قانون المساواة في الميراث بشكل حالي يطرحه الرئيس الراحل بجي قائد السبسي. على جروب قويات يقول أنا. 20 على 20 زوز، 1 15 على 20 مجموعة قوية. جلود برجولية يعطيكم الصحة على الأخر. انتم مقبلة تنبروا على الأسئلة اللي تعديوا قلتوا صعب صعب، في الأسئلة اللي سألوا لكم انتم وجبتوا عليهم أصعب من اللي تعديوا. دوك فينالمون الحمد لله يعطيكم الصحة على الأخر. هاني في الباس. برافو برافو مهدي. برافو محمد. ميرسي. برافو. عايشك أستاذ. عايشك. الصحة. يعطيكم الصحة الأولاد. جاء وقت بساج المجموعة الثالثة. هذا مصعب وأنيسة ومروة في خطواتهم الأخيرة. كما لوتور دي فاسيوبا سامحني ظروف في الخلوة. هي تو في الخلوة. لوتور دي فاسيوبا مخاطرة روحك. ثقة في النفس إن شاء الله. وي با اون لسبير معناها ان شاء الله. اما ديما فما اسئله غير متوقعه فما شويه شانس حظ زيده. كل واحد نزارو لهنا. والله لا 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 ماهيش حكايه شانس على خاطر الاسئله ماهيش موجهه. ان باغ كونتخ فما اون لاكون اللي انكونتيستابل اللي هي في الثقافه. وينكم في الثقافه معناها؟ تو بوليتيكمون بوليتيكمون فو زيت كوريكت معناها بالخايف. راهو اما شنو واحد يقدر يحسب التراك شويه زاده. التراك يجيك في الثقافه. عليك الاسم ولا حاجه. الليل هكا هذاك الوقت. اخر مسلسل نجوم الليل قبل هذا خاص في المونتاج. لا بالحق سبحان الله. مثلا ساعات نعرف اسم اكتور ولا حاجه ما يضيع عليا في الثقه. هما ينجموا يعاونوك، مي ليسونسيال تبدا عندك على الاقل شطر المعلومه. ليسونسيال الثقافه كون يطلعوها شويه، خلي تكون انتم فيتور رؤساء تكون من الاولويات. انا نورك اما الرياضه بالحق عربي. بون كوراج بون كوراج بالحق. بديت تعرف انت تقول لي ستريسي على المخرج. لا 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 الدنيا سخونه اخويا سخونه على المخرج. فما مشوار ربي يجيبوك. وانت محضر روحك؟ وانا جو سي سيغ ان شاء الله معناتها كان زي الاسئله اللي نعرفهم باش نجاوب عليهم. هذا حاجه اكيد. ستريس بيان سيغ موجود مش تراك ولا نتاع يومي نتاع الغموض نتاع لي كيستيون. ما نحبش نكرف لي كيستيون شعب متفرقين معناها في المتناول. الواحد ما يحبش باركور نتاعو يوفى لهنا. نو نو ان شاء الله دائما نتمنى لك الخير كامل اكثر. اما البقاء للاجدد ان شاء الله نكون الاجدد. بون كوراج. سي الي الفوسكا. أنيسة العريبي ترشحة ثانية اليوم مروة الكدامي. ونستقبلوا المترشح الثالث معكم مصعب الغربي. مرحبا. في فورما. في فورما بيان سور. حاضر باش مادام قدامكم في فورما ان شاء الله مع المترشحات الجميلات اللي بحضرتك. منافسه قويه لهنا. نتعرفوا عليك.
الوزارات اللي رئيس الجمهوريه يقترحها بيان سور وزاره الدفاع حاطره هو القائد الاعلى للقوات المسلحه وزير الداخليه وزاره الداخليه وكتبتني ربي وزير العدل زاد وزاره العدل شكون محمد الجاموش شيخته شنو يعمل رياضي اي شنو اختصاصه يجري معناتها يجري عادي عادي ولا صعب الغربي شكون المنظمة التي اختالت فرحات حشاد يد الحمراء تاريخيا كان تقرا على فرحات حشاد انا ولد كذا وكذا فيه واغتيل كذا وكذا على يد منظمة فلانية كون اكيد تكون منظمة فرنسوية اليد الحمراء لامان غوش ذكرتها أنيسة العريبي مروة القذامي مصعب الغربي شكرا لكم فاصل ونستقبلوا آخر مجموعة عنا اليوم ترجعوا تقرا ولا فرحات حشاد ما نعرفوش نعرفوه يد الحمراء يد الحمراء نعرفها على غالي جمودي بيجري ما لقيتش عديت ثقافتي فرنسيه يكون دخلت بعضي ما تعرفش اللي نعرفهم نعرفهم انا دخلت بعضي الحمراء نعرفها ماليش اللي هما اختالوا علاش عاملوا حوصوا في تونس لا نعرفها منظمه معناتها ولكن كان جينا نجم نعطيو لبعضنا لي ريبونس جبنا كل جواب لي ريبونس انديفيدويل مش تاع جروب هي راهي تجي تجيوم باش تاع رئيس وحده قال عليها العشر تاع الحاج ان شاء الله في السبيتش اللي عملناه عاوننا ان شاء الله با يفو 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 سو راتراپي ان شاء الله خاطر عندكم صحابكم يلعبوا في نيفو اخر نيفو عالي حتى احنا نيفو عالي بفضل الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ورينا مالك الحمراء مش عاوز درس عليها